واتس كوكينج مع الشيف جاد. اليوم حضرنا شيء كثير طيب مع جبنة المعزة. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ رواء. انت؟ الحمد لله. اليوم روسات رح نعمل جوتشي ستارت، بس رح نشوف كيف رح نعمله بطريقه كثير هينه ما بيفوت على الفرن. في من عجينه ميلفوي. هلا هون الافضل تنشرها من السوبر ماركت لانه ما بتطلع بالبيت وبتنطبخ. انا من بعد ما طبختها ولا تربيت. انا من بعد ما طبختها قطعتها بهالشكل. اوكي. هلا رح نشوف كيف رح نعمل اللاي اوت وكيف رح نشتغل. أوكي. فيها. اول شيء لكن نشتري بات فريتي. مظبوط. ناخذها ونطبخها بالفرن وبس نسقع منقطعها بهذا الشكل. هلا في شغلتين رح نعملهم، رح نعمل الموس تبع الجو تشيز ورح نعمل السلطة. رح نشوف. أوكي. ليش في اثنين روسات؟ لانه رح من بعد ما ننقط هالموس كله على المنطقه اللي بالنص الفاضي رح نحشيها البندوره. خلينا ديركت نبلش. بندوره كرزيه مع بندوره مجففه. شيري توميتو، دراي توميتو، وشويه زيتون. اوكي. قصيتهم. رح ناخذهم نفرمهم هيك. اوكي. لكن عندنا زيتون اسود مفقع، عندنا دراي توميتو، عندنا شيري توميتو. رح ناخذهم بهالشكل. رجع بقول لك روسات بسيطه جدا، بس هلا رح تشوفي بس البرزنتيشن رح تطلع غير شكل. شوفي النتيجه اخر شيء. اوقات بنحب طعمات بسيطه بس مهم البرزنتيشن. مزبوط. يعني هيدا اللي عم تحضره فينا نحطهم كلهم بساندويتش. بساندويتش. مزبوط. يعني هو الهدف بالنهايه اذا بدنا نقدم شيء حلو هو الهدف دائما انه الكومبينيشن تكون صح. مزبوط. بمعنى عم نعمل جو تشيز، خلينا نعمل روسات الجو تشيز نستطعم بالجو تشيز، ما نعمل شيء ونخبي طعمه الجبنه. مزبوط. من هونيك ورايح نحط بازيليك. بازيليك توم حبه نكسرها هيك. اوكي. نحطها بقلبه بس تنكه. هلا رح نحط لها ملح، رح نحط لها بهار اسود، رح نحط لها زيت زيتون. اوكي. ورح نخلطها بس. هون بنكون خلصنا الحشوه اذا بدك. أهين من هيك. ما أهين من هيك وأطيب من هيك. هلا رح تشوفي طعمة الزيتون مع الحبق مع البندورة. هيدي هلا فينا نقصقص جبنة حلوم، فينا نقصقص جبنة فتة مع هالمزيج. ملح شوي صغير لأنه ساندويتش طيب. زيتون ودراي توميتو. فيهم ملح ديجا. مظبوط. أوكي. هي خلص رح نتركها على جنب. هلا هيدي بدنا نحطها بقلبها. بدنا نحطها بقلبها. أوكي. رح ناخذ كف. رح ناخذ جو تشيز. اوكي. بدنا نحط كريم. يلا. اوكي. ايه بدي احط كريم تشيز بس قبل بدي امعسها بطريقه. ليش؟ تما تعذبنا لما بدي احطها بالبايبنج باج. تما يكون فيها تطرى شوي. مزبوط. بدك تحط لها زيت؟ نو كريم تشيز. بس كريم. اوكي. وفري شوية فريش كريم. اوكي. لبنة؟ كريم تشيز. كريم تشيز. اوكي. فينا نحط لبنة؟ فينا نحط لبنة بس بصير بدنا نشتغل شوي على الروسات لأنه بتقوى الأسيديتي فيها، لأن عندك الجو تشيز كمان الأسيد تبعها عالي. كريم تشيز مزبوط طعمتها على سكري أكثر، ما فيها أسيديتي. لكن رح ناخذ شوية كريم. أوكي. لكن حطينا جو تشيز، حطينا كريم تشيز وحطينا شوية كريم. هلا رح هلا رح نحطها بالفوبة. هيك. اهي يعني بس شوي لتاخذ بعضها. هلا تعذب لتقلع. مزبوط. مبدئيا اخذت بعضها. نحن بس نخلص هون ديركت رح نبلش باللاي اوت. هذا المطلوب. بدنا اياها رخوه بس مش لدرجه كثير رخوه لانه أوكي. بس نقرطصها ما بتقعد تهدي. ايه مزبوط. لكينا بات فويتي، بدنا جو تشيز، بدنا نوعين من ال جو تشيز، كريم تشيز، كريم تشيز وفريش كريم. فريش كريم. بدي اخذ بس بعد ملح وبهار عليها قبل ما نعبيها. اوكي. غير شكل. ورشيت ملح. هلا عندنا شغله، هلا بنشوف اي ساعه بنعملها اخر شيء، بس خلينا نبلش نركب الترتيت.
اوكي بدي اخلط شويه كريم تشيز من اللي بقيوا مع كيف بيستو. قصيتهم هيك رونديل بالسيركل اللي بتقص فيه بالسيركل. بس تعمل عجينه السمبوسك او هيدا ايه اوكي طيب انا هون عندي حاطط له راس مخرم مثل ما بقولوا تيطلع الشيب تبعها ديكور مظبوط مثل الشانتي ما بعرف قد ايه بعد معنا وقت يلا هلا بيقولوا لي وبقول لك رح نمشي فيهم اربع دقائق تمام لكن هيدي الحشوه صارت جاهزه اللي رح نعمله هو هيك مثل انت اشتغلت يعني فينا نحضر البات قبل بليلي ايه اكيد ما هيك اكيد اكيد قبل بوقت او قبل بوقت اذا الصبح بكير تا يكونوا حاضرين ل حطها هيك تا يلزقوا حتى ايه بالبرزنتيشن هاي تكنيك يعني انتبهي بتحطي شيء من الروسيتا لا سينو بيتحرك ايه لانه بتزحط مزبوط اوكي اوكي هلا بدنا نحط الجوت تشيز هلا رح بلش انا نقيت اذا بتلاحظي بدي اترك كل هالفراغ اسين بالنص تنحط البندوره ما هيك مزبوط في احلى من هيك لا هلا كل هالفراغ رح نعبيه بالسلاد خلينا نمشي فيهم نحن هيك هديك المرة عملنا إكلير على دجاج وعلى روتي صح. اليوم عم نعمل ميلفي على هلا هو جوت تشيز هو هون إذا بدك الشغل ما بيأثر عم تعصبك لأنه كسرت شوي الميلفي هو هذا الشغل بين المطبخ والبيستري إنه بتاخذي برودوي أنت بتعرفيه بالباتسري تشتغلي بنفس التكنيك فيه بس مالح بس مالح كثير مهم الليزون تبع الموس تكون هيك لانه ارخى تقشط النقطة اللي عم تنقطيها حلوة القصة حبيت فكرتها حلوة وبسيطة ها يعني بعد بتعمل مثل ما قلت فينا نشتغل نفس الطريقة نفس الانجريديان فينا نحطهم بساندويتش ايه ما في شك يلا بعد بتعمل وحدة اخر وحدة ما رح تعملها ما بقصر انا بهالوقت رح بلش احشيها نحط البندورة بالنص يا اوكي لكن الموس حطيناها اوكي رح نبلش نحشي ناخذ ملعقه صغيره صغيره تما نخرب الديكور طعمات منحبها طعمات منحبها معودين عليها حلوة نحن رح نكفي تحت الهواء الديكور وبنرجع بنشوفكم مشاهدينا بعد لحظات
هلا بدنا نزين شوي، ما هيك جاد؟ ايه هلا هن اذا بدك مزينين مزيدين حالهم عندك الابيض وكل الالوان بقلبهم، بس رح نزيد شوية سيبولات هيك. سيبولات مش غلط. بيطلعوا مشاهدينا ما عم تشوفوا الدسير اذا هلا انضميتوا لنا. هون عملنا كيف بنعمل البات؟ كم دقيقة بالفرن؟ البات برجع بقول لك تعمليها من الصفر مستحيل بالبيت لأنه بدها فينا نعملها بات بريزي؟ فينا نعملها بات بريزي، بس إنه هون بنشتري عجين حتى البات بريزي إذا ما بدنا نعملها مش أحسن، بس إنه كل وحدة تكستير شيء أكيد. هي بناخذها من بتكون هي أصلاً هي شيت، يعني نحن بس نشتريها مزبوط بتكون شيت بنفلشها وبتنطبخ بالفرن على ال 170 تقريبا 20 دقيقة أو 25 دقيقة. اوكي. حسب كل واحد حسب الفرن حسب العجينة أوقات بكونوا كاتبين على ال على العلبة كمان تبعها. اوكي. بنرجع بنذكر بالحشوة، الحشوة أخذنا بندورة، دراي توميتو، شيري توميتو، زيتون. زيت زيتون. زيت زيتون، ملح. بهار وملح. بهار. وحبة ثوم هيك كسرناها. اوكي. وحشيناها بقلبها من بعد ما كنا عملنا رخينا الجو تشيز لان الجو تشيز ما بتتقرطس هيك ما بتنزل اذا ما اشتغلنا فيها، حطينا لها فريش كريم، حطينا لها كريم تشيز ورشه ملح وبهار لصار التكستير تبعها اذا بدك شوي سبريدبل مزبوط. وعملناهم بهالطريقه مثل الكريم فريش وزينا نص شو بدنا نقول تركنا النص فاضي تقدرنا حطينا نحط بهار عليها كلها وعلى الصحن البندوره مزيج البندوره سلم دياتك صحتين فروسات برجع بقول لك بسيطه حلو يجربوها بس ليكي اذا كان عندك ناس على العشاء ونزلتي لهم هيك قديش رح يكونوا كثير حلوين مبسوطين فيها وبنفس الوقت الطعمه بيعرفوها ما فيها يعني سوربريز ما فيها هيدا شيء جديد مزبوط ميرسي جاد بنشوفك بكره على راد مشاهدينا وقفه ومنتابع بس قبل ما تنسوا تلبسوا الماسكات وما تنسوا البسمه تحت الماسك بشوفكم نهار الاربعاء على راد باي باي